السلام عليكم. إن شاء الله رب العالمين هنكمل في محاضرات الأوتوكاد. هنتكلم اليوم يا شباب بعد المحاضرة الماضية ما تكلمنا المحاضرات الماضية تعلمنا كيف نرسم المسقط الأفقي وكيف نحط عليه الأعمدة والشبابيك. ظل موضوع الأبواب ممكن نشرحهم بعد هيك، مش مهم كتير، بهمناش كتير إحنا المواضيع هاي، تمام؟ حتى الشبابيك ما بهمناش كتير، بس أنا شرحته، تمام؟ وتعلمنا كيف نرسم الشبلونة طريقة هاي، وتعلمنا كيف نرسم الأعمدة، تمام؟ وتعلمنا كيف نرسم الشبلونة بطريقة إيش؟ طريقة تانية، يعني فيها غلط. تمام، تعلم كيف نرسم الشبلونه بطريقه ثانيه اللي بدكم اياه ارسموا فيه، بس اهم حاجه يكون الموضوع مرتب بالطريقه هذه عشان الواحد يقدر يقرا الشبلونه بطريقه سهله. طيب اليوم ان شاء الله شباب هنتكلم، ممكن نتكلم في شغلتين او ممكن شغله واحده، خلينا هم الشغلتين نتحدى فيهم، بعد هيك نخش ندخل في شغلات ثانيه. ممكن نتكلم لهم في رسم الاحزمه الارضيه، تمام، والقواعد، ممكن نعمل واحدة فيهم، يعني مش عارف، خلينا نشوف كم بياخذ معنا رسم الأحزمة الأرضية، تمام، وإذا ظل معنا وقت ممكن نكمل في القواعد، بس ما لي خاطر، يعني لي خاطر خلي كل محاضرة لحال، يعني خلي الأحزمة الأرضية لحال، خلي القواعد لحال. طيب كيف نرسم الأحزمة الأرضية؟ شوف إيش يعني أحزمة أرضية. الحزام الأرضي وبعد أنت ما في البيت ما بيجي بنفذ القواعد، اول حاجه قبل ما ينفذوا القواعد بيعملوا عمليه الحفر، تمام، حفر بحفر مترين متر ونص حسب المتطلبات تاعت الحفر، تمام، وحسب الارض الموجوده نوعيه الارض، تمام، بيحفروا بيعملوا القواعد وارقاب، وبيعملوا حاجه اسمها ارقاب الاعمده، هي نفس الاعمده بتكون طالعه من القاعد مباشره زي الرقبه، تمام. بعد كده بيعملوا الطمم بطموهم، ظل عند مبين الحديد تاع الاعمده او تعال رقاب الاعمده، بيجي بيعمل الاحزمه الارضيه. هذه الاحزمه الارضيه شباب لها فائدتين تقريبا، الفائده الاولى انها بتربط الاعمده في بعضهم، تمام، والفائده الثانيه انها بتحمل الحوائط تاعت الدور الارضي، لان الدور الارضي شباب الحوائط تاعته وين حتكون؟ حتكون على الاحزمه الارضيه، لانه ما فيش سقف، ما فيش سقف. الدور الاول او الثاني او الثالث او الرابع او اي دور غير الدور الارضي، الحوائط بتجي مباشره على مين؟ على السقف او على احزمه السقف، تمام، كويس. فهنا الأحزمة الأرضية شباب عشان نرسمها لازم يكون فينا كل تحت حائط في يكون إيش؟ في حزام أرضي، كل تحت حائط يكون في إيش؟ حزام أرضي. طب والأحزمة الأرضية شباب غالبا في المباني السكنية بتكون واحدة من الشغلات هاي، يعني حزام الأرضي كيف بكون شكله شباب؟ بكون شكله لو أخذنا فيه مقطع هيك بكون شكله، هاي مقطع له طول، له ارتفاع وله عرض، تمام، والطول هو طول إيش؟ الطول اللي بيمشي عليه، الطول إيش اللي بيمشي عليه. فهذا الارتفاع هذا العرض بنسميه بي، وهذا الارتفاع بنسميه ايش؟ بنسميه اتش. يعني هنا احنا بنسمي هذا بي، حنرسم كل هذا الشباب الكلام بالتفصيل، هذا بنسميه بي، تمام. انا مش لازم ترسم هذا عملته بس عشان اوضح لك، او هذا بنسميه رب اتش وهذا كبي، تمام، هذه اتش هذاك، يعني هنا اتش وهنا بي، تمام. الاتش والبي شباب هذه متغير، يعني في المباني السكنيه، تقريبا الاتش يا اما بيعملوه، اكتبوا معايا، بيعملوه 40 سنتي، تمام، او 50، وفي بعض الاحيان بيعملوه 45، تمام. يعني هذا الاتش ممكن تساوي، شوفوا، ممكن تساوي 40، تمام، او 50 او ايش؟ او 50. هذا الاتش ممكن تساوي 40 او ايش؟ او 50، تمام؟ حسب ما بطلب منك انا. انا في الامتحان بجي بقول لك ارسم مخطط الاحزمه الارضيه، المسقط الافقي للاحزمه الارضيه، اذا كان المقطع 40 مثلا، 40 في 20، 50 في 20، وهذا البي ممكن تكون يا شباب 20 او 20 ممكن تساوي 20 او 25. هاي يا شباب في الاغلب هيك في المباني السكنيه 20 او ايش؟ او 25، تمام. فهذا يا اما بقول لك 40 في 20 او 40 في 25 او 50 في 20 او 50 في 25، هيك الاغلب، تمام. خلينا احنا اليوم نرسم حزام ارضي اللي بدنا اياه 50 في 25، تمام. كيف نرسم الحزام الارضي؟ بنروح بنعمل كوبي لهاي،
تمام؟ ونحطها هنا على جهة، تمام؟ كويس؟ ممكن احنا قبل ما نعملها كوبي هذه خلينا نشوف كيف، بدنا ندري شوية شغلات، يعني الدايمنشن هذه ما بتلزمنيش، الشبكة هذه ايش مالها ما بتلزمنيش، فبنروح بنعمل هنا بنطفي الويندو وبنطفي الديوغلز، تمام؟ الدايمنشن وايش؟ والديوغلز، وبعد ايش بنعمل كوبي، بنعمل ايش؟ كوبي لهذه الشغلات، وبعد هيك بنروح بنعمل هنا لير جديدة بنسميها جراوند بيم، جراوند اي جراوند اي جراوند 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 بيمز احزم ارضيه بيمز، تمام؟ احزم ارضيه، تمام؟ مش مهم هنا لو زي ما حكينا، تمام؟ وبتسكر هيك بتروح بتجيب هذا هيك كلها بتحطها بتقول له في مين هذا حطها في مين الجراوند ميم في الجراوند بيمز، تمام؟ طيب كل حيط يا شباب كل حائط من هذه الحوائط بدك تحط فيها ايش؟ حزم ارضي، شيء اللي برضه الدرج هنا زي ما صار كمان، طيب فبنيجي كيف انا بنعمل؟ بنشيل مثلا هذا الخط الداخلي، بنخلي الخط الخارجي، بنروح بنعمل اوفست قديش عرضه؟ 25. شايف هنا ما بلزمناش ال 50، يعني انا بقول حزام ارضي 50 في 25 بلزمناش، بنشوفش ال 50، بنشوف مين هنا من فوق بنشوف ال 25 اوفست، تمام؟ باجي بشيل الخط هذا وباجي بقول اوفست حط 25 بقول 2 5 25، تمام؟ بدي ابدا في الدائره، بدي ابدا في مين؟ في الدائره، دائما الخط الداخلي، بشيل الخط مين؟ الداخل، بشيل الخط ايش؟ الداخل، هاي اوس هاي 25، تمام؟ هاي نقدر نشيلهم، هاي اوس وبضل ماسك الامر شباب 25، تمام؟ ممكن تشيلهم كلهم مره واحده وتعمل اوس مره واحده، تمام؟ كويس هيك بتشيل إيه كنت تخلص الخط الخارجي، تيجي هنا هنا شباب، هذا شباب لو انتبهت له هذه عبارة عن طائر، يعني الحزام وانت تكملته تكون تكملته هنا، فبتشيل هذه كلها ايه؟ تمام؟ وبتشيل هذول وبتكملها بتكميل، تمام؟ يعني ممكن تشيل هذول الاثنين هيك كويس؟ وتعمل اكستند لعند الهنا، كليك للاثنين هذول لهذا ولهذا عشان يصيروا ربط مربوطين ايش؟ مرة واحدة، تمام؟ طيب بعد هيك خلصنا الدائر، تيجي لتعيين الدرج، تشيل برضو اللي جوا احسن، تمام؟ كويس نفس الكلام، بتشيل هذولا بتشيل هذا بس انه يجي خط واحد، تعمل له اكستند توصل لهنا وايش اوفست 3.25، نفس الكلام بتشيل هذا بتشيل هذا، تمام؟ هاي اوفست من 5 واي اكستند للاثنين، تمام؟ هان اوفست 2.5 لجوا، تمام؟ هذه نفس الكلام، شيل هذا لانه حتمشي مع حديك اعتقد، هذا وهذا على نفس الخط، شوف متاكد انه على نفس الخط، على نفس الخط، على نفس الخط، تمام؟ وهي اوفست 2.5. طيب تيجي هنا على الحيط هذا، هنا شباب شوفوا بدك تشيل هذا، طلع اذا شلت هذا الخط حيطلع الاوفست لبرا، يعني هذا اوفست هاي 2.5 وين حيصير؟ برا مين؟ برا العمود، هنا مش صح، فدائما بتشيل الخط مين؟ العكس اللي هنا، وبش بتعمل الاوفست لمين؟ على اساس انه يجي الخط يجي الحزام العمود كله داخل الحزام، تمام؟ بشيل هذا الخط الصغير ما لهش لازمه، هنا حتلاقي هذول الاثنين نفس بعضهم، سواء عملت هنا ما فيش عندك عندك العمود برضه نفس الكلام، عشان يجي عندك بتشيل الخط اللي جوا اللي هنا عشان يجي الحزام كله جوا العمود، او العمود كله جوا مين؟ جوا الحزام، تمام؟ شيل الخط اللي فوق اللي هنا بدل ما الاثنين نفس الشيء، شيل هذا هيك كله واعمل خط واحد من الاول للاخر هيك سند عند عند هنا، تمام؟ بس انتبه انه خط بتشيل بلاش اوفست اي من 5 لمين لجوا حريص طلع على برا، تمام؟ كويس لفوق يعني لاعلى كونك خلصت. هنا كان في حيطه الاصل ما شلناهاش بس ارجعها، تنسوها ليش احنا شلتها؟ هذا في حيطه الحمام ارجعها، حدش ينساها شباب. هذه شباب سواء على اليمين او على الشمال مش حتفرق معك، بتشيل احد الخطين وبتعمل اوفست لانه فيش اعمده انا 25 اكستند الاثنين هذول اللي هنا. طيب
ايش طلع لنا يا شباب؟ طلع ايش عندك حاجه فيك تقريبا كل الاحزمه الارضيه تقريبا ايش انها عندك. بتطلع عندك تعمل موضوع اكستريم تقصقص كل هذه الشغلات تمام جديد بتظبط ال موف تعمل هذا بس بتظبطه هيك خليهم يخشوا جوا اتاكد انهم كلهم كويسين ترجع تعمل تريم كليك يمين شيل هذا شيل هذا شيل هذا شيل هذا شباب هون تمام تعلمنا الأوامر سهلين صاروا هالجيت دنيت أنا بتزبط هذا السي 11 ترم ترم هاي كمان هنا نسيتني بالضبط تمام تنزل هنا تحت اي تريم هنا شيء 8 بتظبطهم ها بس ما يجي قاعد جوا هنا حيصير عندنا شويه شغلات حنعملها موضوع القياسات تمام هيك شباب بتكون انت ايش رسمت المسقط الافقي للاحزمه الارضيه بتضل تعمل عليه شويه شغلات تمام خلينا واحده واحده نعملهم بتروح هنا على الانوتيت انوتيت تدخل هنا تبدا من ستاندر تقول له بدي اياه نيو جديد بسميه دي جراوند بيم او جراوند بيم لحاله بدون دي بدك اياه جراوند بيم تمام كونتينيو يجي هنا تخلي ال تكس مثلا زي ما هو بويت 1.8 مش حيتفرق معك كثير تمام اذا لقيناه صغير بنكبره تيجي على برايمري يونتس بدنا اياه مثلا بعد الفاصله اثنين بعد الفاصله تمام السمبلز اند الرو ما بدناش اياه بالطريقه هاي ممكن نختار اي حاجه ثانيه اي حاجه ممكن هنا بدك اياها اختار هذا بعرف ايش كيف يطلع شكله ممكن تختار هذا شكله بالطريقة هذا جوا مش كتير هذا من برا لبرا نشوف هذا الأوبن تمام شو ايش بيساوي التكست قلنا هي ممكن نختار الألوان هنا اللاينز اختاروا أخضر أخضر هيك كتير أخضر اه هنا تختار extension lines خليه ابيض هذا شو مشكله كويس تيجي على التكست هنا تحط فيه اللون بدك اياه احمر اصفر بدك اياه اوكي اوكي كلوز تيجي هنا بتختار تقيس دايمنشن 9 شوف كيف ايش بيطلع معك كيف شكله انا معبى لا احنا بدناش في التان نرجع كمان مره ايش اللي اخترناه احنا قبل شوي غامضين ديفاي بدناش في الكلر نون في الكلر تكست كلر بدنا اياه هون هيك صح اوكي كلوز هاي كويس تمام قست اول واحد بس ايش بتروح تسوي هنا شباب بتقول له كمل لي ليش كمل لي ها بتيجي شغله اسمها كونتوني تمام شوف كيف بقيس ها اساسا بصيروا قبال بعضهم ممكن تمسك هذه
حاطين هيك تمام، او تخليها اللي بدك اياه يعني. كويس، ممكن كم مره دايمنشن. طيب شوف هيك يا شباب، هنا لازم نخلف عن بعض شوي يعني، نخليش يجي فوق بعض من الارقام عشان كونتينيو. تقيس لهنا ولهنا ولهنا، شوف كيف نظبطهم هيك مش مبينين، نظبطهم لهنا لهنا، وتقيس الاخيره هنا تمام. يعني مثلا هي مش مبينه، ونجيب لها الجهه الثانيه بس نضغط عليها ونجيبها الجهه الثانيه مش مبينه زي هيك تمام. كويس، ممكن هذول احنا شباب اصلا كلهم نشيلهم تمام، لانه اصلا احنا حنرسم كمان شوي انه الحزام هذا 25 في ايش؟ في 50، يعني بعد ما تخلص كل هذول ممكن تشيل كل هذول، مش منظرهم مش كثير. كويس، شاف اذا شاف التكست صغير ممكن ترجع كمان مره هنا على الموديفاي، وتخش هنا تقول موديفاي، تكبر التكست بس تعمله مثلا بوينت 2.5 بوينت 2.5 وتحط اوكي كلوز تمام. هاي كبر شوي، نرجع كمان مره هنا دايمنشن، اسحبوا لها كده كونتينيو. تمام، وقلنا بتشيل هذول تمام. كويس، تيجي كمان تيجي بدي جاء من الجهه هذه، سويك لفوق، تيجي هنا كونتينيو كمان مره، تيجي هنا كمان هيك تمام، بتشيل هذا تمام. كويس، تيجي هنا نفس الكلام دايمنشن من هنا لهنا بتقيسه تمام، تعمل كونتينيو وتشيل هاي البوند 2.5 تمام. لازم كل القياسات يا شباب على الاحزمه الارضيه تكون موجوده تمام، الاحزمه الارضيه يكون اشمالها تكون موجوده تمام، كل القياسات على الاحزمه الارضيه تكون موجوده تمام. مش مقطعين هذول ليش؟ اي تريم اي تريم تقطع هاي اي. نرجع هنا نرجع هنا شباب، بس بنعمل انا راحت نرجع نتيتنا كونتينيو، لا نمسكون هنا هنا بتضغط ايش هنا، ما بعرفش ليش راحت عشان انا عملت تريم الخط بعد مش اسمه تمام. تيجي هنا كمان دايمنشن هنا هنا، تحاول هنا على ايش تظبط بس انه انا موف هذا كله هيك بس انه ما يطلعوش ايش فوق بعضهم تمام هيك. تيجي نعمل كونتينيو وتقيس للاخر هيك بصير بوند 2.5 تمام. بصير هيك انت تقريبا قست كل القيسات صارت عندك موجوده داخل ايش الحزمه الارضيه تمام، داخل الحزام الارضي، لانه شوي لما يجي يشتغل يشتغل على هذا المخطط، يقيس من هالهين ما نحط الحزام تاعه عشان تيجي حيطه بالضبط عليها تمام. ممكن برضه نعمل كمان قياس خارجي بدك اياه، ومعروف هذا القياس الخارجي، قياس خارجي من هنا بالطريقه. بصير هيك شباب انت رسمت ايش؟ الاحزمه الارضيه. بصير رسمت الاحزمه الارضيه. خلي المحاضره الجاي، بس قبل ما نرسم القواعد بدي انزل لكم ايش المطلوب في القواعد تمام، ايش المطلوب في رسم القواعد تمام. اذا في حدا عنده سؤال ممكن يبعث لي على اي مكان بده اياه. صار عندنا شباب كم لوحه صار عندنا الحين، لوحه نرجع بس نضوي هذول. صار عندي مسقط افقي للدور الارضي والاول. احنا ممكن الدور الارضي شباب يعني هاي الدور الاول، احنا هو الاصل فيه يكون انه دور ارضي تمام، نفس المسقط بالضبط نفس المسقط بالضبط، بس هذه ما تكونش هنا موجوده تمام. كويس، لانه هذا شباب الباب تاع الدار بيبدا من هنا تمام، فبتروح بسمع عليك اللي تكمل
أو تمسك الخط هذا هيك تمام، بصير عندك هنا نفس الشيء، بس هنا وهنا بكون عندك لازم يكون عندك مثلا باب بيت، باب البيت تقريبا متر وعشرين، تروح تعمل اوفست 1.2 وتعمل فتحه تمام. بيقول له ترم هاي ترم كمان كم مرة ترم بس هيك حيغلبنا هذا نغلبنا تمام. فصار هنا ايش ماله باب البيت، صار هنا باب ايش باب البيت، وهنا بكل شباب كل الدرجات موجودات، هذا بكون شوية منهم هيك مثلا 3-4 درجات قد يكون، وبيطلع من هنا بيدخل ايش على البيت تمام. هذا مسقط افقي للدور الارضي، هذا مسقط افقي لمين للدور ايش للدور الاول متكرر. هنا الشبلونه بطريقتين تمام، احنا ترسم بطريقه واحده بس انت، وهذه مخطط الاحزمه الارضيه، مخطط الاحزمه الارضيه. ما اعتقدش في حاجه ناقصه، بس المحاضره الجايه ان شاء الله حنكمل، حنعمل مسقط الافقي للقواعد، وبعد كده حنبدأ نرسم في ايش في السكاشن، حنعمل سكشن للاحزمه الارضيه، سكشن للقواعد، وبعد كده حننزل مخطط اسمه مخطط السقف، وحنرسم حاجه اسمها ايش مخطط السقف تمام، توزيع الاحجار الربس على السقف. يعطيكم العافيه.